السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. صفحة نويكار أوتو للتجارة السيارات رجعت وياكم في بث جديد على سيارة جديد. السيارة شنو يعرف؟ منو يعرف هاي السيارة شنو؟ هاي سيارة حاليا جديد واصل أوتلاندر سبورت 2023، حاليا موجودة في شركة نويكار أوتو للتجارة السيارات. إخوان 2023 موجود و 2022 موجود، صنع السيارة ياباني أصل. حاليا سيارات متوفرة في شركة نويكار أوتو للتجارة السيارات. إخوان هذا سيارة شكل جديد، إخوان حاليا جديد نازل على سوق الخليج وحاليا متوفرة على شركة نويكار أوتو للتجارة السيارات بجميع الأنواع، المواصفات نص مواصفات والفول مواصفات أيضا متوفرة في شركة نويكار أوتو للتجارة السيارات. هذا شكل جديد الموديل 2023، وأيضا عندنا الموديل شكل القديم 2022. اللي يريدون شكل قديم بسعر أرخص وأحسن، نفس المنشأ نفس الياباني، حاليا متوفرة في شركة نويكار أوتو للتجارة السيارات. أوتلاندر سبورت تجي من أمامي فرق هواية مع موديل 2022 اللي ملاحظة موجودة بال 2023. كل السيارات صار تغيير بي. المونتيرو سبورت كان قديم ماكو هاي لايتات الأمامية، حاليا مثل أوتلاندر سبورت حاليا موجود لايتات الأمامية من شكل الكبير، وأيضا ليد الجانبية وإشارة جانبية الإكزيزية أيضا موجود. سيارة موديل 2023 حاليا جديد نازلة على سوق العراق ومتوفرة في شركة نويكار أوتو للتجارة السيارات. إخوان سيارة أوتلاندر تجي منشأ ياباني أصل، من دعامية للدعامية كل شيء بلادي أصلي، وسيارة بيها ضمان 5 سنوات جميع محافظات العراق. هذا اللون أبيض وأيضا جميع الألوان إن شاء الله توصل عندنا. حاليا هذا الموديل 22 وأيضا 23 موجود. إخوان هذا سيارة إكسباندر، هذا الأوتلاندر 2022 الشكل القديم اللي سعره مناسب جدا، وأيضا شكل الجديد السيارة أوتلاندر سبورت 2023 حاليا متوفرة في شركة نويكار أوتو للتجارة السيارات. إخوان إشارات الجانبية، لايتات الأمامية بشكل كبير، وأيضا نيكل كروم كامل مكمل، وحساسات الأمامية أيضا موجود. هذا الحساس الأمامي اللي 4 تجي بلادي، هذا 4 حساسات حاليا متوفرة في شركة نويكار أوتو للتجارة السيارات. هذا شكل السيارة خرافيا، كلش كلش حلوة جدية. هاي سيارة جديد نازلة على سوق الخليج، وأيضا سيارة متوفر في شركة نويكار أوتو للتجارة السيارة. من جانب الأمامي تشوف المراية مالتها، إشارات الجانبية أيضا موجود، شوفوا هذا المراية موجودة بإشارات، وأيضا سيارة يجي من نوعية السبورت. هسا أشوف لكم داخل السيارة، هذا الأوتلاندر سبورت وأيضا إكسباندر بجميع الألوان متوفر حاليا في شركة نويكار أوتو للتجارة السيارة. ملاحظة على هاي السيارة، شوفوا الأمامي كلها تجي أسود وأيضا مطعم بالنيكل، شوفوا هاي جانبات موجود، مرايات موجود بالجانبات، وأيضا كهربائي وأيضا حمالة السقف. سيارة صراحة هاي مرة الأوتلاندر ما بيها ولا نقص بالمواصفات بالشكل. سيارة تجي منشأ مالتها ياباني أصل، موديل 22 وأيضا 23 حاليا متوفرة في شركة نويكار أوتو. خلي أشوف لك داخل السيارة، جميع الأنواع الدواخل موجود حاليا. هذا اللي أشوف لك، هذا الداخل أحمر كوشين تجي كهربائي، هذا كوشينات تجي كهربائي لونه أحمر، وأيضا شوف الداخل السيارة جامات كهربائية أوتو، مرايات كهربائية شفط، وأيضا تحكمات ستيرن جهتين. شوف الشاشة الداخلية بالوسط كلش كبير وواسعة حاليا. شوف الداخل مال السيارة، سيارة منشأ مالتها تجي ياباني أصل، شوفوا أستاذو المتسوبوشي تجي من نوعية ميدين جابان. إنتاج السيارة بال 2022 الشهر سبتمبر. سيارة جديد حاليا واصلة على شركة نويكار أوتو للتجارة السيارات. هذا داخل السيارة، الجير تجي من نوعية السبورت، وأيضا سيارة بها نظام دفع رباعي وتحكمات ستيرن جهتين. خلي أشغل لك سيارة من ناحية تشغيل السيارة بها بصمة. شوفوا هذا داخل السيارة، شوفوا شلون الدخل السيارة الأوتلاندر هنا، هذا الأوتلاندر سبورت 2022 تجي من نوعية شاشة بلادية أصلية، وأيضا تحكمات التبريد يجي الخلف والجانب الأمامي فرق، مكان اليو اس بي، مكان الشاحنة وايرلس، أمور كذا كاملة موجودة حاليا. شوفوا هذا التحكم بالدفع رباعي، وأيضا تحكم بالجير، الاوتو هولد موجود، هاند بريك كهربائي. الداخل السيارة تجي واسعة جدا، شوفوا هذا الداخل السيارة أوتلاندر سبورت،
موديل السيارة 2023 وأيضا موديل 2022. شكل القديم حاليا متوفر في شركة نويكار أوتو. من ناحية البصمة تجي بصمة سيارة، تشغيل السيارة تجي نوعية البصمة، وأيضا تحكمات الشفط غير عادي موجود، تحكم بالزائد والتحكم بالغير عادي الناقص أيضا موجود. اللايتات الأمامية تجي أوتو، وأيضا تحكمات الماسحات الأمامية أيضا أوتو يجي. هذا السيارة موديل 2023 حاليا فقط في شركة نيوكار أوتو وكالة متسوبوشي موجودة في أربيل. هاي السيارة حاليا فقط في أربيل وشركة نيوكار أوتو موجود. الصنعة السيارة وتجميع السيارة تجي ياباني أصل. صرفية البنزين كل 14 كيلومتر فاصلة 8 أو 6 يصرف لتر واحد. موديل السيارة 2022. السيارة ترجي من نوعية المتسوبوشي، متسوبوشي ياباني. شوف الداخل السيارة، الداخل تجي أحمر وأيضا بيجي وأيضا قرميدي موجود. تبريد المركزي خلفية أيضا موجود. هذا الداخل السيارة 2023. سيارة أوتلاندر سبورت منشأ مالتها ياباني أصل. أوتلاندر سبورت منشأ مالتها شنو؟ ياباني أصل. حاليا متوفر في شركة نيوكار أوتو بالمقاعد الخمسة أو سبعة راكب أيضا موجود. حساسات الأمامية بلادي، حساس الامامي خلفي بالاوتلاندر سبورت تجي ايضا بالاوتلاندر 2022. حساسات خلفيه ماكو، ايضا شاشه بلادي والكاميرا يجي وياي بلادي. هذا الموديل 2022 وايضا موديل 23 متوفره في شركه نيوكار اوتو. هذا الشكل الجديد حاليا، خلي اشغل لك اشوف لك الداخل مالته، لان من ناحيه الصندوق مال السياره 2023 و22 الداخل الصندوق مالته واسعه جدا. شوف الداخل السيارة واسعة جدا وراقية جدا هاي السيارة، لأن سيارة منشأة تجي ياباني أصل. وحاليا أكو سيارات قليلة حاليا باقي المنشأة مالتها ياباني، لكن هاي السيارة أوتلاندر سبورت يجي منشأة مال السيارة ياباني أصل وضمانه موجود 5 سنوات بجميع المحافظات العراق. جميع الأدوات الوكالة موجودة من ناحية الطفاية، من ناحية العدد مالتها، كل هذا موجودة حاليا بالسيارة الأوتلاندر. أيضا هاي شوف الداخل مال السيارة، هاي كل العدة مالتها موجودة. أي واحد يريد سيارة شبابي أو سبورت، أوتلاندر سبورت أنسب شيء حاليا المتوفر. اللي عنده إمكانية خلي ياخذ 2023، اللي ما عنده إمكانية نفس السيارة بالشكل القديم 2022 أيضا موجود. هذا الأوتلاندر سبورت، أوتلاندر سبورت أيضا موجود. شوف الداخل السيارة واسعة جدا، ومنشأ السيارة تجي ياباني 5 راكب. إخوان اللي يريدون سيارة حاليا 0 كيلومتر، هذا سعره مناسب. هسه أسوي لكم تخفيض خاص على هذا الأسبوع، اليوم يوم الأحد لحد اليوم الجمعة، على حاليا هاي سيارة الأوتلاندر سبورت عندنا تخفيض خاص. أي واحد يريد يشتري هذا السيارة سعره حاليا مع الرقم مع كل مصاريف 26,900 دولار. اي واحد يريد يشتري السياره اوتلاندر سبورت موديل 22 0 كيلومتر مع الرقم يريد، يقدر هسه يحجز السياره مالته، وسعر السياره 26,900 دولار. اخوان هذا السعر خلال هذا الاسبوع فقط. هذا السعر حاليا ما تقدر تشتري سياره 2022 سبورتاج. هاي سياره ياباني اصل من دعاميل الدعاميه، كل شيء بلادي. من ناحيه الويل تجي 18 قياس مالته. شوف السياره وياله مالته اسود كروم. السعر السياره 26,900. إخوان مثل ما بلغناكم هذا الأسبوع حاليا هذا السعر، هذا السعر ما يبقى وما يتكرر هيك أسعار، لأن هذا الأسعار مناسبة جدا بالنسبة لهذا السيارة. سيارة ياباني أصل، مواصفاته كوشن جلد والكهرباء، تحكمها ستيرن جيستين، من ناحية الوسط شاشة مالته أصلي بلادي. شوفوا هاي سيارة الجير أوتوماتيك 6 نمر، وأيضا تجي جير أوتوماتيك والتحكم بالجير سبورت أيضا موجود. هذا التحكمات ايضا موجود، الجير دي ودي سبورت ايضا موجود بالسياره. هذا السياره حاليا عندنا عرض خاص على سيارات اوتلاندر سبورت، سعرها مع الرقم صار فقط، سعرها صار فقط ايش قد 26,900 دولار مع الرقم بدون اي مصاريف اخرى. ما نستلم منك فلوس العقد، ما نستلم منك فلوس المعقب، كل شيء هديه من شركه مالتنا. بالنسبه للمحرك مالتها اوتلاندر سبورت، نوعيه المحرك مالتها تجي من نوعيه المايفيك، والسعر سعر المحرك مالتها تجي 2500. شوف الداخل السياره ما شاء الله حلوه وكبيره جدا، اوسع واكبر بهوايه من سبورتاج او توسان. تقريبا هذا السياره اذا تجي تسويها مقارنه تقدر تقارنها ويا سنتافي ويا سورينتو، تقدر تقارنها ويا هايلاندر، بس لكن سعر مالتها مناسب، سعرها اقل من سيارات سبورتاج. سياره ياباني منشأ. شوف مال السياره
هذا السيارة حاليا سعرها صار 26,900 دولار. ايضا اسوي لكم خصم على سيارات الاكسباندر جميع الالوان متوفر بسبعة راكب محركة 1500. هذا موجود ايضا موديل 22 الالوان الاحمر واسود وابيض حاليا متوفر في شركة نويكار اوتو للتجارة السيارات. جميع هاي السيارات موجودة، يسوي لكم خصومات خاصة، اتصلوا على الارقام الموجودة في البث. ال 200 الناصي موديل 2023 وصلت مال وكالة، ضمانة 3 سنوات، حاليا متوفر في شركة نويكار اوتو للتجارة السيارات. ايضا هذا اللي يريدون يستخدموا سيارة ال 200 بسعر مناسب، هذا للشغل للعمل للبيت مناسب جدا، وسعره دفتر و95 ورقة، تكلفة الترقيم سيارات البيك اب بالاقليم 27 ورقة، لكن اللي زينة موجودة بالاقليم ما عندنا سيارات ضريبة ثانوية على سيارات بيك اب حمل، يعني هاي سيارة مرة واحد تدفع 27 ورقة خلاص، سنوية ما تدفع ولا ضريبة للحكومة. هاي موديل 2023 حاليا متوفرة في شركة نويكار اوتو. اكسباندر موجود موديل 22، اوتلاندر موجود 2022، اوتلاندر شكل جديد ايضا موجود 2023. سعر السيارة 2023 ثلاث شداد 45 ورقة مع الرقم. اخوان اللي يريد منكم اكتبوا لنا تعليق او تم او اي ملاحظة عندكم على بث مالتنا، اكتبوا لنا بالتعليق ان شاء الله يسوي لكم توضيح على اي سيارة اللي تريدها اللي انت كاتب لي بالتعليق. حاليا 33 موجود ويانا، اذا انتم تسوون تم انا اريد اكثر ناس يشوف البث مالتنا، اكثر ناس يسوي استفاده على بثات الموجوده، او اي قل شيء يشوف الاسعار اللي موجوده حاليا بالاربيل. اكسباندر موجود بموديل 2022 سعرها دفترين وخمسه بدون رقم، 1500 دولار تكلفه الترقيم مالتها، سياره مع الرقم كامل تستلم سنويه باسمك، دفترين و20 ورقه مع الرقم. هذا لون احمر، وايضا شوفت لك استاذ رعد اني ممنون منك على هاي التعليقات. استاذ عماد اريد منك مشاركه على البث، واكتب لي اقل شيء كم ملاحظه اذا عندك على بث. اوتلاندر سبورت العنوان مالتنا، الاوتلاندر موديل 2023 ايضا موجود. اي واحد عنده استفسار على اي سياره، مواصفات ال 23 اوتلاندر بالخدمه استاذ، حساسات الامامي والخلفي، مرايات كهربائيه ويا له 18 كوشينات تجي جلد والكهرباء، تحكمات ستيرنج جهتين، وايضا سياره تجي من ناحيه السبورت موديل 2023 محرك 2500 كل 14.6 يصرف لتر واحد. استاذ احمد جبوري ممنون على هاي تعليقاتكم. استاذ احمد جبوري مره ثانيه اني بالتوفيق ان شاء الله انتم ويانا يبقون بالبث وتجون علينا بشركه نويكار اوتو باربيل. استاذ رعد شكرا على هاي تعليقاتك ممنون. 23 موجود سعرات 3 شداد 45 ورقة. أي واحد عنده استفسار أو طلب على أي شيء السيارات الموجودة في شركة نويكار أوتو خليه يكتب لي بالتعليق، أنا أسوي لك توضيح أكثر على السيارة تريدها. إكسبديشن موديل 2022 حاليا متوفر، ليمتد مواصفات، مواصفات ماشية فقط سيارة 30,000 كيلومتر، سعر السيارة 5 دفاتر 95 ورقة. سيارة AMG RX8 أيضا موجود، 7 راكب 6 سنوات بيها ضمان، سعر السيارة 265 زائدا تكلفة الترقيب. عندك السيارة ناسي بريمي حاليا متوفر 2022 مع جير اوتوماتيك، سعرها 3 دفاتر و 8 ورقات مع الرقم، تستلم سنوية باسمك. AMG RX8 جميع هاي السيارات متوفر. نيسان فيرسا ما موجود، نعتذر منك، لا والله نيسان فيرسا ما موجود. حاليا موجود الاكسباندر، هذا السيارة تويوتا ناسي 22 بريمي جير اوتوماتيك ايضا موجود. جميع سيارات الام جي موجود. سيارة عالي 2023 اربعة سلندر ايضا موجود، هذا سيارة ايضا موجود 2023، شوفوا هاي 2023 سعرها 3 شدات و 82 ورقة مع الرقم، 3 شدات و 82 مع الرقم. استاذ صالح ممنون على هاي تعليقاتك اللي موجودين وياها هسه حاليا 42 شخص، انا اريد من واحد كل واحد يخلي يكتب لي بالتعليق تم او ملاحظه شيء اذا عندك على بث، اكثر ناس اريد يشوف البث، اكثر ناس اريد يستفاد على بث. هاي الاسعار اللي موجوده بالاربيل اسعارنا مناسبه جدا، اي واحد عنده ملاحظه اي شيء خلي يكتب لنا تصوير اوتلاندر هاي لين هاي موجوده، شوفوا هذا اوتلاندر موديل 2023 سياره كبير. استاذ رعد شكرا ممنون على هاي سيارة 2023 خارجية السيارة، حساس الامامي خلفي، امامي تجي كلها نيكلات ومطعم بالاسود، وايضا وياله كبير 18، مرايات كهربائية شفت، شوفوا الداخل السيارة
هاي حاليا جديد اليوم غسلوا سيارة وصلت على أربيل موديل 2023. أستاذ فاروق ممنون منك، أي عندك أي ملاحظة إحنا ممنونين إذا تكتبوا لنا أي ملاحظة إذاتكم. شوفوا هذا داخل إيش قال، سيارة حلوة موديل السيارة 2023، مثل شوفت لكم سيارة تجي منشأ مالتها ياباني أصل. شو خلي يشوفوا السيارة اللي ناس هسه دخلوا ويانا، شوفوا السيارة تجي ميدين جابان أصل، كوشينات كهربائي. سيارة حاليا وصلت على أربيل وسعرها 3 شدات و45 ورقة، الموديل 23. إكسباندر موجود، تاهو موجود، وأيضا لاند كروس 21 موجود، و 22 أيضا موجود، جيلي كيو 7 موجود. هاي سيارات حاليا متوفرة في شركة نيوكار ام جي جي تي، حاليا رغبة موجود على هاي السيارة لأن سعرها مناسب. السيارة حاليا سعرها فقط 16900 بدون رقم، تكلفة الترقيم السيارة 1100 دولار. هاي سيارة بيها ضمان 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر. ام جي 5 حاليا اكو طلب عليه هواية من جنوب، هذا ام جي 5 شينات مو جلد لكن تجي بصمة والكاميرا، وسعر السيارة مرقمة كامل 14300. هذا أنسب سعر لموجودة حاليا بالسيارة لأن صني صعد السعر مالتها وما بي ضمان. هاي سيارة تشتري 6 سنوات بيها ضمان، منشأ بريطاني لكن بس تجميع الصين، مثل سيارات اللي حاليا موجودة بالفورد، موجودة بالشوفرليت، رايح تجميع مالتهم للصين. هاي سيارات المتوفرة في شركة نيوكار أوتو للتجارة السيارات. إخوان اللي موجودين وياي بيا سلايد، إن شاء الله قريبا توصل الفول مواصفات مالتي إن شاء الله. أي واحد يريد المواصفات أكثر إن شاء الله يريد يوصل، إن شاء الله قريبا توصل هاي سيارات على شركة نيوكار أوتو. جميع السيارات المتسبوشي حاليا بعد يصير إن شاء الله في شركة نيوكار أوتو، لأن إحنا أخذنا الوكالة متسبوشي. قبل كان ماكو وكالة، حاليا صار وكالة. جميع قطع غيار اللي تريده، جميع الأدوات اللي تريده، صيانة اللي إذا موجود بالأربيل عندنا صيانة وقطع غيار، أمور كذا كامل. هذا الإكسباندر، إكسباندر تجي 7 راكب اللي موجودة حلوة بالإكسباندر. التبريد المركزي خلف، شوف الهاي تبريد، التبريد يجي خلف فرق ويا التبريد الامامي، وهاي كوشينات تقدر تخليها تستخدمها للسبعة راكب. هاي سيارة موديل ايش قد 2022. شكرا للاستاذ اللي ما اعرف اسمه اقراه لان سيارة هو كاتبه باللغة الصينية. هذا موديل 2022، وان شاء الله جميع الهاي سيارات تشوفوا موديلات 23 توصل قريبا. هذا الأوتلاندر سعره مناسب جدا، وسويت لكم خصم خلال هذا الأسبوع فقط، صار سعرها 26900 دولار. 26900 دولار تشتري سيارة ياباني أوتلاندر سبورت. أوتلاندر سبورت تشتري سيارة ياباني وسعرها 26900 دولار، مثل هدية من شركة نيوكار أوتو بدون تدفع ولا دينار، ولا دينار تدفع للمعقب، ولا دينار تدفع للعقد الإلكتروني، ولا دينار تدفع للمرور. كل شيء هدية من شركة مالتنا 26900، وتستلم سنوية مالتك باسمك خلال أقل شيء 3 ساعات 4 ساعات، يجي معقب وياك يسوي لك كل التفاصيل والسيارة. حاليا متوفر هاي سيارات بالشركة نيوكار أوتو للتجارة السيارات، عنواننا أربيل تقاطع مخمور بصف شركة البيبسي. أستاذ حسن ممنون على هاي تعليقك حلوة، إن شاء الله إحنا ويا هاي تعليقات مالتكم إحنا نبدأ نسوي لكم منشورات أكثر على هاي السيارات اللي أنتوا تريدوا. أنا صراحة ما أعرف أنت شنو تريد، أي سيارة أنت تريدها اكتب لي بالتعليق إن شاء الله بالوجبة الجاية، إن شاء الله يصير هاي السيارات اللي أنت تكتبونا بالتعليقات. هذا الإكسباندر جميع الألوان متوفر، قطع الأخير أبيض موجود ومحجوزة، وأيضا أسود موجود وأحمر موجود وجوزي موجود، وأيضا سيارات البيك اب الناسي موجودة جير أوتوماتي. خلي أشوف لكم داخل هاي السيارة، هذا السيارة مو فول مواصفات لكن سعرها مناسب 2022 جير أوتوماتي، سعرها فقط 3 دفاتر و8 ورقات، تستلم سنوية باسمك. من ناحية الشاشة تجي شاشة، كاميرا، تحكم ستيرن، داخل مالت أحمر جير أوتوماتي. سعر السيارة فقط إيش قد 3 دفاتر و8 ورقات سنوية باسمك. هذا السيارة موديل 22، احنا نسميها هذا البيك ابات ناسي بريمي، بيك اب ناسي بريمي جير اوتوماتيك، كوشن مو جلد، ايضا داخل احمر، تحكم ستيرن جهته، شاشه كاميرا جير اوتوماتيك، سعره فقط 3 دفاتر و8. بدل انت تروح تشتري سياره 23 جير عادي بدون مواصفات، تشتري هاي سياره احسن لك لان مواصفاتها تجي عاليه اكثر وفرق فقط 18 ورقات. هذا 23 تشتري سياره جير اوتوماتيك، بودي داخل مالته كله موجود، شاشه موجود وكاميرا موجود. حاليا هاي كم سياره باقي موديل 22، اذا انت تريد تشتري بيك اب بسعر مناسب، هاي احسن سعر حاليا موجوده بالبيك ابات ناسي.
الاوتلاندر سياره ياباني قبل كان ماكو للخليج، حاليا احنا اخذنا وكاله واخذنا موافقه بي يصير اصدار للخليج. اوتلاندر تجي مشى امالاته ياباني من دعامه للدعاميه كل شيء بلادي، والسعر السياره حاليا مناسبه جدا موديل 22. اخوان سويت لكم خصم على سياره 22، السعر السياره فقط صار 26900 دولار سياره ياباني اوتلاندر. انا متاكد شوفوا اوتلاندر اللي عالم عنده يسوقها كلش راضيين على السياره، لان السياره تجي قوه متانه كلها موجوده بالسياره سيارات المتسوبوشي وحاليا الموجوده بالاوتلاندر. شكرا للمتابعين البث، انا صراحه هسه اخلص وياكم بث، ان شاء الله بالبث القادم يصير على سياره غير شيء، واي شيء تريدون اكتبوا لنا بالتعليق او اتصلوا على الارقام الموجوده في البث. شكرا للمتابعين البث.